تعلمت العود في أواخر التسعينات، كنت الأول أغني كده من غير عود، فلقيت قلت أجيب عودة لحد من الشباب يعزف عود وأنا أغني، يبقى معي طبلة وضف عود، فما لقيتش حد من الشباب يتعلم عود، فاضطريت أنا أتعلم عود. أخذت سنة تقريبا تمكنت في العود شوية، سبت الأغاني بقيت أعزف مع فرقة، أخذت لحالي 10-12 سنة وسبت الفن الشعبي اللي هو في الصعيد، وجيت مصر هنا واشتغلت حارس عقار، وما سبتش العود برضه في كل مناسبة، يعني يطلع عود وما سبوش، يعني يوم يعني لو بعدت خالص أبعد عنه يوم واحد، لازم كل يوم أعزف عود. كنت بعزف في فرق فن الشعب الكف الصعيدي اللي هو عندنا في الصعيد، يعني هو بيتكون من البطانة بتاعته من ضفاف وطبال وعواد والفنان، الأربعة دول. أصحاب العمارة بس مبسوطين مني، الناس اللي هي عارفاني يعني وخدت عليا بتصورني وماشي وخلاص وعارفاني خلاص، والناس الجديدة أول مرة تشوفني بتحاول توقف يعني، وفي واحد بيبقى عاوز يوقف بس مكسوف يجي، فأنا بقول له تعال تعال تفضل فيقف شوية جنبي ويسمع حاجات كده ويقول أنا بغني وسمعني صوته مثلا، يعني افتكرنا أن حوصله، يقول أنا عندي موهبة بغني وغني معايا، فبسند معاه وأشوف هو عاوز إيه يعني. زي مثلا أغنية عبد الحليم حافظ، الأغنية اللي تعلمتها في البداية زي مثلا أنا بحلم بيك، قولوا له الحقيقة، ليلة امبارح، ما جينيش نوم سيد بكاوي، الأغاني اللي هي اللي نجات، أنت تقول وتمشي، دي اللي ابتديت بيها يعني في الأول. كل يعني كل مقام بيجيب لي منه إيه أغنية عشان أحفظ المقام وأحفظ الأغنية. أنا سر حبي للعود كنت يعني بعشق الأفراح الشعبي، عندنا فنان اسمه رشيد عبد العال في أسوان، كنت دائما أسمع بيه، لو في محافظة تانية أروح وراه أو في مركز يعني بلد ما نقول مثلا 5 كيلو 6 كيلو أروح أمشي عشان تبع الجمهور يعني، فبيعجبني صوت العود مع العواد اللي معاه وصوته هو الفنان، وعاوز أجمع بين الاثنين أغني أو أعزف عود. أنا عندي أولادي بسام وباسم ويعني الأخوات ما بس مش غير بسام بس اللي هو حب العود، لما طلع عليه العود في البيت تعلم العود لوحده يعني، تعلم في الصغر فهو أحسن مني دلوقتي في العود.